السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم وسيم من مجوهره السلام، اختصاص نوابيع الذهب 18 كاره، وكندير لا ريفريزون المغرب كامل. مرحبا والف مرحبا بكم، ديري لاباس عليكم بخير. كي دايرين؟ بخير. اليوم جينا وجبنا لكم الجديد 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 وبثمن اللي جد مناسب ان شاء الله في متناول الجميع. اليوم كاينين غير الهميزات الواعرين، وكاين غير المليح المليح ثم المليح، وبثمن اللي غير يرضيكم ان شاء الله. رقم الهاتف اللي هو 06 52 15 78 69، ومرحبا والف مرحبا بكم. في انتظار دخلوا شي واحد الكومونتير باش نعرف بان لي كومونتير كيتقراو. ما كيتقراو دابا الحمد لله. لاله حنان وعليكم السلام، تبارك الله عليك، وكثروا من لي جادو غاد الليله هذه. 78 69 هذا هو رقم الهاتف ديالنا، وايت بانك لكم هنايا. دائما معكم وسيم من مجوهره السلام. عندنا اليوم سنيسلات اللي واعرين ابتداء تقريبا من 600 درهم وانت طالع، يعني 600 درهم دي سنيسله بالتعليقه ديالها الصح والعمل والمسانه. لاله النسرين وعليكم السلام، تبارك الله عليك. حنان تبارك الله، وعليكم السلام اختي. لاله مريم مرحبا، باغيين مرحبا، مرحبا بكم. النسرين تبارك الله عليكم، الله يحفظكم. لاله سكينه يلاه كثرنا، بركونا على داك لي جادوغ والبارطاج، لي جادوغ والبارطاج. اليوم بغينا داكشي كلشي يوصلوا هذا النهار هذا اللايف هذا، حقاش بغيت كلشي ان شاء الله يتقدى الذهب، حقاش ديجا هذا النهار هذا راه دي بخي واعرين وغزال. لاله زهيه وعليكم السلام. لاله فاطمه مرحبا، صحار تبارك الله عليك، الله يبارك فيك لاله. لاله دانيطا مرحبا، اللي كنذكروا له 600 بارطاجي، دير شي شويه بارطاجي، دير شي بركه ديال لي جادو. لاله دلال وعليكم السلام. لاله مريم الله يبارك فيك، تبارك الله عليك. لاله نسرين الله يبارك فيك. لاله اسيا مرحبا والف مرحبا بكم. لاله وفاء وعليكم السلام، بالصحه والراحه، الله يعطيك الصحه. ام ايمان سلام خويا وسيم، ام ايمن تبارك الله عليك، لابس الحمد لله، الله يحفظك. لاله دلال مرحبا. لاله سكينه الله يبارك فيك. لاله داني طاو عليكم السلام، سلام مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتي من كورسيكا لك ولكل المغاربه، الله يجيب لك تيتا ما شاء الله. لابتيها الله يبارك فيك، والله تحيه لك من المغرب. سيدي محمد سلام، لاباس لاباس اخويا الحمد لله، الله يحفظك. وبارطاجي الملحي اسمي اونصوم دكارتي كاين موجود. الحنان وعليكم السلام. ابراهيم مرحبا 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 مرحبا. ام زكي تحيه ليك، مرحبا بكم. لاله ربيعه، لاله سميه مرحبا والف مرحبا. لاله زهيه الله يبارك فيك. سيدي يونس وعليكم السلام. لاله فاطمه مرحبا، راجيه الرحمن السلام وعليكم السلام. خويا الله يخليك، واش هذاك دمليج ديال عصير الصابون واش نقدر نشوف الثمن؟ لا داك ماشي عصير الصابون سيدي يونس، هذاك موديل موديرن دابا ديال لي بغاسلي اللي خارجين في هاد الوقيته هاد، يعني شي حاجه غزاله. ورينا الناس والصحيحين كاينين ولكن ديال الدواء، حتى نجيو نجي عندك الصراحه داكشي عندك غزال. الله يحفظك لاله دانيطا مرحبا. لاله امينه البارطاجو كثروا من لي جادوغ، بغيت هاد لي جادوغ ديال هاد النهار هادو يكونوا شي حاجه رائعه. هادشي بارد عندكم بنان البلاصه يا ودي يا ودي. سام كاينين تولاتيات في حدود 5500 5000، كاينين ديال 7000 7000 وانت طالع. اليوم الهمزه الهمزه بارطاجو لي جادور، كلشي يبرك على داك لي جادور تاي يفورسي عليها. بارطاجيو معاكم، انا غنبرعكم اليوم ان شاء الله، كاينه الحيويه ان شاء الله عندكم. غادي ندير معاكم شي بركه اليوم بثمن اللي غينال الاعجاب ديالكم. يلا البارطاج الخوت، ورانا نبرعكم بالسنيسلات اليوم ان شاء الله، غتكون شي حاجه ضخامات والضخامات ثم الضخامات. لي زونسومبل العرايسات راه كاينين بشحال الغرام اختي؟ دابا الغرام تقريبا ضربي على واحد 380 درهم للغرام الفوق، الا بغيتي بياسه تكون زوينه ونقيه 380 للغرام، يعني مغير دوك الهميزات اللي كندوز لكم اغلبيه كيكونوا بعض المرات لي بري فيهم راه سون ريزون كيكونوا طايحين حتى باش يعني حتى باش كنا شارينهم حنايا كيطيحوا من الثمن. غنبدا لكم لاله اليوم عندنا سنيسلات غزالين، سنيسلات فنيين وبثمن اللي غيرضيكم ان شاء الله. كاينه السنيسله ديال العوينه، هادي اول سنيسله فيها بروموسيون، هادي السنيسله الاولى، هادي ب 650 درهم. هادي السنيسله اون بروموسيون ب 650 درهم اللي هي 13000 ريال، فيها سنيسله النيلون وفيها عوينه. هادي لافونتاج ديالها اللي دايرين دابا بانها تقدر تلبسيها على هاد الفاس هكا كي كتشوفوا عوينه ياك الضو باين لكم مزيان. هذيك كي كتشوفوا راه ممكن تلبسوها على هذا الشكل هكا، وممكن تلبسوها على هذا الشكل هكا، يعني تلبسيها كيف ما بغيتي، يا اما تجي هكا على هذا الشكل، يعني هذا موديل
اللي مصاوبينو حنايا، هذا الثمن ديالو اللي هو 650 درهم اللي هو 13000 ريال 65 اورو تقريبا، ياك هي هذيك 650 درهم هي 65 اورو تقريبا. يلا بغينا البارطاج كلشي بارطاجي 650 درهم هذا الموديل اللي هي 13000 ريال، هذه الهميزه الاولى، هذه الهميزه الاولى ب 650 درهم كتلبسيها على دوفاس، يعني تلبسيها على دوفاس هكا وممكن تلبسيها على شكل العوينه هنايا، هذه ب 650 درهم اللي هي 13000 ريال 650 درهم. كاين اختي سميه مرحبا اخويا، بغيت تشوف السنس الكاينين انا نوريكم. الله يبارك فيك لاله حنان، هذه اول سنيس لابس 650 درهم اللي هي 13000 ريال. ها انتم عقلوا معايا على لي بري حقاش راه ديزا بروموسيون، اللي بغا يدير لا سكرين ويتواصل معايا سيغ واتساب. هذه اول سنسله. السنيسله الثانيه، السنيسله الثانيه راه هائله هائله، هاد السنيسله الثانيه الخوت راه الثمن ديالها اللي هو 1200 درهم، هذه الثمن ديالها، هادي 1200 درهم اللي هي 24000 ريال. هادي السنيسله ديال الوريقه، فيها وريقه اللي صحيحه، ها هي حتى هي كتلبس على دو فاس، هادي اما تلبسي على هاد الفاس هكا كتجي بحال الوريقه ما فيها لا حجر لا والو، وهادي عاوتاني كتلبس على الفاس اللي فيها الحجر. هادي الثمن ديالها اللي هو 1200 درهم 24000 ريال، 24000 ريال هي 120 اورو تقريبا. اللي بغا يدير لا سكرين ويدخل عندنا سي واتساب مرحبا خواتم تحضر كاينين انا نوريهم لك. 1200 درهم اللي هي 24000 ريال. هادي السنسله الثانيه، ها هي اول سنسله دوزناها ب 650، السنسله الثانيه الثمن ديالها اللي هو 1200 درهم 24000 ريال، 24000 ريال. اللي عجباتك دير لها سكرين ودخل عندنا سي واتساب ومرحبا. غزاله وفيها السنسله بنيلو اللي كتشوفوا على شكلها هكا الصح والعمل والمتانه، هادي كومبليت كتلبس على دوفاس 1200 درهم اللي هي 24000 ريال 120 اورو. اللي عجباتك دير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. مزيونه للنبيله الله يزين ايامك الله يحفظك. كاينه السلسله الثالثه، هذه اون بروموسيون حتى هي، انا غندوزها لكم ولكن بغينا البارطاج كلشي بارطاجي معنا اليوم. هذه اخوتي دايره 750 درهم، 750 درهم ديال لاغوت، 750 درهم. شوفوا هذه واش كتلبس على دو فاصل، هذه غير فاس، هذه 750 درهم اللي هي 15000 ريال 75 اورو تقريبا. هادو حصريين عندنا بهاد لي بري، هادي ب 750 درهم اللي هي 15000 ريال 750 درهم. ها هي الصح والعمل والمتانه وشي حاجه ديال ديما، 750 درهم اللي هي 15000 ريال. الا بغينا كلشي بارطاجي باش غنزيدكم شي هميزات خطيرين. هادو ما عنديش الكونتيتي بزاف، يعني هاد لي زارتيكل اللي كتشوفهم اللي عندي 750 درهم اللي هي 15000 ريال 75 اور، اللي بغى البنيته الصغيره اولا كبيره يعني كيلبسوهم جوج ديال الناس. ها هي غزاله، ونوريكم واحد القليب هذا خطير، هذا بالنسبه للناس اللي باغيين يعطيو دي كادو. كاينه هذه ب 1000 درهم، هذه ديال القليب راه غير ب 1000 درهم اللي هي 20000 ريال، هذه ديال القليب ب 20000 ريال اللي هي 100 اورو، 100 اورو هذا الموديل، هذا اللي هي 1000 درهم. يلا بغينا البارطاج كلشي بارطاجي، هذه ب 1000 درهم اللي هي 20000 ريال 100 اورو. اللي عجباتو يدير لها سكرين ويدخل عندنا سي واتساب ومرحبا. 1000 درهم اللي هي 20000 ريال، فيها السلسله ديال النيلو وفيها هاد القليب هذا اللي غزال، والسلسله راه النيلو صحيحه وزوينه، الثمن ديالها اللي هو 1000 درهم 20000 ريال. هذه السلسله الرابعه، ها انتما اللي دخل الاول بالصحه والراحه، الثمن ديالها اللي هو 1000 درهم 20000 ريال 100 اورو. اللي عجباتك دير لها سكرين ودخل عندنا سي واتساب ومرحبا بالجميع. 1000 درهم اللي هي 20000 ريال 100 اورو، السلسله ديال النيلو ها هي، هذه غزاله اللي كتشوفوا السلسله ديالها وصحيحه، الثمن ديالها اللي هو 1000 درهم 20000 ريال، 20000 ريال. ها هي السلسله الرابعه. عندك لالا السلسله الخامسه، الخامسه اون بروموسيون، الثمن ديالها اللي هو 1100 درهم، هذه الثمن ديالها اللي اون بروموسيون ب 22000 ريال، كانت ب 26000 ريال، دابا الثمن ديالها اللي هو 22000 ريال، هي 1100 درهم. هذه ب 1100 درهم اللي هي 22000 ريال 110 اورو. اللي عجباتك دير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. انا الكرسي 1100 درهم اللي هي 22000 ريال 110 اورو، 110 اورو تقريبا. اللي عجبو يدير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. دائما الجديد عند وسيم من مجوهرات السلام، اختصاصنا وبيع الذهب 18 كاره، الغزال مول المليح. الله يحفظك اسي زكريا، تبارك الله عليك اخاي، كي داير لاباس عليك، كي دايرين الناس ديال ازرو، وتحيه لك اخويا زكريا. هذه الثمن ديالها اللي هو 1100 درهم 22000 ريال، 22000 ريال اللي هي 110 اورو تقريبا. اللي عجباتك دير لها سكرين ومرحبا. 1100 درهم 22000 ريال. وكاينين عندنا حلقات ديال كارتي، ها هما فنين 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 كي كتشوفوا،
الثمن ديالهم اللي هو 1100 درهم 1300 درهم 26000 ريال. هادو الثمن ديالهم اللي هو 26000 ريال 1300 درهم 1300 درهم مي كتنوض خصك دير الصطاعات 1300 درهم هي 26000 ريال. تقدر شي ذهبي يبيع السلعه مغشوشه راه موجودين. هادي الثمن ديالها اللي هو 1300 درهم 26000 ريال 26000 ريال 130 اورو. ولكن هادشي شحال هادي ماشي دابا دابا راه كلشي خصي دابا راه كلشي مراقب. 1300 درهم هي 26000 ريال 130 اورو 130 اورو اللي عجباتي دير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا ب 1300 درهم. سيدي عبد الرحمن الله يبارك فيك اخويا كي داير لاباس عليك تحيه لك مرحبا الف مرحبا بك. كاين هاد لي مغياج بحال هكا لي زاليونس ديال المغياج واعرين شي حاجه خفيفه وظريفه الثمن ديالها اللي هو 1400 درهم. يلا بارطاجيو باش نشوفوا شكون اللي غيربح معنا هاد السيمانه. الثمن ديالها اللي هو 1400 درهم 28000 ريال 140 اورو. سيمو ادر دور بغيت نشري السلسله ديال الكورمي ديال ديما شحال واخا انا وريك اخي. هادي الثمن ديالها اللي هو 1400 درهم 28000 ريال 140 اورو مساليين. لا الثمن ديالها اللي هو 1400 درهم 28000 ريال 140 اورو 140 اورو تقريبا. اللي عجباتي دير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 1400 درهم هي 28000 ريال هو غزال هاد لاليونس شي حاجه صحيحه وزوينه وديال ديما. 1400 درهم هي 28000 ريال هي 140 اورو تقريبا. اللي عجباتي دير لها سكرين ومرحبا. وعندنا واحد خويتم خفيف عاوتاني الثمن ديالو اللي هو 1100 درهم 22000 ريال 1100 درهم هي 22000 ريال كيجي هائل في اللبسه يعني ملي كيتلبس هاد الخاتم عاد كيبان لكم. الثمن ديالو اللي هو 1100 درهم 22000 ريال 110 اورو 110 اورو هاد الموديل اللي بغا يدير لها سكرين ومرحبا. سي طارق وعليكم السلام. هادو الثمن ديالهم اللي هو 1100 درهم 22000 ريال 110 اورو تقريبا. اللي عجباتي دير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 1100 درهم 22000 ريال. وكاين هذا الموديل الخويت من الحميم مر الثمن ديالو اللي هو 1200 درهم 3 دي واخا اختي اسمع هذا 1200 درهم لي 24000 ريال 120 اورو 120 اورو لي 1200 درهم اللي عجبو يدير له سكرين يتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 1200 درهم لي 24000 ريال 120 اورو 120 اورو هذا الموديل اللي عجبو يدير له سكرين يتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. هذا 1200 درهم لي 24000 ريال 120 اورو اللي عجبو ما عليه غير يدير له سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. للحنان وعليكم السلام مرحبا والف مرحبا بك. اللي بغى اي حاجه ما عليه غير يتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. وكاين هذا الموديل هذا هذا الثمن ديالو اللي هو 1800 درهم اللي هو 36000 ريال. هذا خاتم غزال ديال المغياج 1800 درهم اللي هي 36000 ريال 180 اورو. عندك ايوا مين هذا نعطيك ها نعطيك لا ما كاينش هذا نعطيك انا ها شخص شحال شحال ايوا صافي بغيت شي حاجه اطوندي رب العالمين. يلا البارطاج اخوت شي شويه البارطاج هادشي عندك زاز الله يحفظك اسي الا لا حنان الله يبارك فيك الله يحفظك. هذا ب 1800 درهم ولكن بغينا البارطاج كلشي بارطاجي معنا الله يحفظك. الا ليلى مرحبا بك. 1800 درهم هي 36000 ريال 180 اورو اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 1800 درهم اللي بغى خاتم غافينيتي ب 1800 درهم حتى هو اللي هو ب 36000 ريال 180 اورو اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 1800 درهم هي 36000 ريال فيه ميزه واعره وبثمن اللي جد جد مناسب وفي متناول الجميع. اللي بغى شي حاجه ما عليه غير يتواصل معنا على رقم الهاتف اللي هو 06 52 15 169 ومرحبا.
1800 درهم هي 36000 ريال، خاتم غزي ولو صحيح وثمن جد مناسب. 1800 درهم 36000 ريال هي 180 اورو. اللي عجبو يدير لو سكرين ومرحبا الف مرحبا به. وعندنا العوينه اللي فيها قليب، هذه العوينه اللي فيها قليب راه زوينه، الثمن ديالها هو 800 درهم. هذه ب 800 درهم هي 16000 ريال 80 اورو. هذه كيف قلنا لكم حتى هي راه دايرين فيها ديك لوبسيون بانها تلبس على دو فاس. هذه ب 1800 درهم هي 36000 ريال 180 اورو. اللي عجبات يدير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. اختي لغه مش علاش ما كتجاوبش؟ لا ماشي ما دخلتش الواتساب، دخلت واقيلا البارح لقيتك مسحتي الميساج، يلاه صيفطي لي التصاور. هادو الثمن ديال اللي هو 800 درهم 16000 ريال 80 اورو. اللي عجبات يدير لها سكرين ويدخل عندنا سي واتساب ومرحبا. 800 درهم هي 16000 ريال الصح والعمل والمتانة. اللي بغا هادو غير ميزات ديال اليوم، يعني اللي عجل شي حاجه الاول بالصحه والراحه. وكاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو هو 900 درهم، هذه اون بروموسيون ب 900 درهم هي 18000 ريال. هادو غير البروموسيونات ديال السنيسلات الخفاف. 900 درهم الحاجه اللي كانت دايره ب 1300 درهم راه ناقصين فيها 400 درهم. اليوم 900 درهم هي 18000 ريال، فيها بونطونتي في رقيقه وفيها سلسله غزاله ديال النيلو، الثمن ديالها اللي هو 900 درهم 18000 ريال. براسلي ايلي هذاك اخاي شنو هو اختي ليلى ما عرفتش شنو كتبتي. هذا الثمن ديالي هو 900 درهم 18000 ريال 90 اورو. هي اللي جا الاول بصحته وراحته. هما الهميزات هما هادو، هادو السنيسلات اللي جا الاول دخل عندي الكونفيرساسيون بصحه وراحه. وكاين هذه ب 16000 ريال هي 80 اورو 800 درهم، هذه ب 800 درهم هي 16000 ريال 80 اورو. اللي عجباتك دير لها سكرين ومرحبا. هذه غزاله الصح والعمل والمتانه، سنيسله خفيفه ظريفه والسنسله النيلو رقيقه فيها كيفاش كتبان لكم راه ماشي غليظه، انا كنبيع هذه يدي 800 درهم هي 16000 ريال 80 اورو. 80 اورو هذا الموديل هذا لالا فاتح لنا في مدينه مكناس برج مولاي عمر. هذه الثمن ديالي هو 800 درهم 16000 ريال اون بروموسيون فيها 800 درهم هي 16000 ريال. اللي عجباتك دير لها سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 800 درهم هي 16000 ريال اللي عجباته مرحبا و1000 1000 مرحبا به. وكاين هادي كاينه هادي الثمن ديالها حتى هو ب 800 درهم، هادي ب 800 درهم. هادو دي موديل دابا اللي في يدي هنايا راه ب 800 درهم هي 16000 ريال، في هاد لاكوت اللي وريضه وفي هاد الموديل هذا. هذا اختي الثمن ديالو اللي هو 800 درهم 16000 ريال اون بروموسيون ديال هاد السيمانه هادي، دايرين لا غير 800 درهم هي 16000 ريال 80 اورو. سي عزيز كي داير لاباس عليك اخي بخير الله يكبر بيك الحمد لله. هاد الثمن ديالهم اللي هو 800 درهم اللي هي 16000 ريال 80 اورو. اللي عجباتك دير لها سكرين ويدخل عندنا سي واتساب ومرحبا. ومرحبا و1000 1000 مرحبا بكم دائما عند وسيم من مجوهرات السلام. تمن مية درهم الخوت هادي كندير التوصيل اختي اخويا ريان ولا اختي ماريا، كندير التوصيل لجميع المودين وكندير لك الريسي ديالك بكل شيء ديال، يعني من ناحيه ديال الحمد لله راه الناس كلشي مقدين عندنا تقريبا نقولوا جميع انحاء المملكه وصلنا لها لي كوموند اللهم لك الحمد، ومفتخرين بين الناس اللهم لك الحمد. هذه الاخوات كاين هذا الموديل هذا ب 22000 ريال هي 1100 درهم، هذه ب 22000 ريال سنيسله، سنيسله ديال الكادويات. الناس اللي باغيين الكادويات راهما هادو الثمن ديالها. واش جيت معطل بزاف؟ راه شي شويه صافي راني عاد بديت. هذه الثمن ديالي هو 1100 درهم 22000 ريال 110 اورو، 110 اورو هي 22000 ريال. ها هو غزال فيها بوندونتي في على هاد الشكل، السلسله النيلو الصح والعمل والمتانه، 1100 درهم الناس ديال الكادويات خاصهم تخواتي كاين. هذه الثمن ديالي هو 1100 درهم 22000 ريال 110 اورو. هذه غزاله هاد الموديل، عرفتي علاش غزاله؟ حقاش كاين لونسومبل ديالها، يعني الا بغيتي من بعد تكملي لها لونسومبل ديالها نوجدو لك في خلال ظرف يومين ثلاث ايام نوجدو لك. ها انتم شفتوا كي داير السنيسله كي دايره فيها النيلو وفيها مويض اللي زويون ديال التعليقه. الثمن ديالها واش توصل بالمجان؟ اي راه فابور بليس الكادو اللي كنعطيوك سامبوليك ومرحبا. هذه الثمن ديالها هو 1100 درهم 22000 ريال 110 اورو، 110 اورو. ها ندوزوكم شي بيريك عاوتاني ديال لي بغاس ولا شي حاجه ديال الفن. ها هما دوزناهم لكم. كاين لا عندنا هاد لي 3، هاد لي 3 بغاسلي كي كتشوفوا يعني كاين الكارتي والاكس والسامبل. هادو ثلاثه البراسليات غزالين، يعني شي حاجه الفن ديال السلعه هي هادي، يعني الا ديتيهم بثلاثه كيطيحوا عليك ناقصين. كديهم ب 10000 درهم بثلاثه، ثلاثه كديهم ب 10000 درهم. الا ديتيهم بالحق بثلاثه هادو لي 3 ب 10000 درهم اللي هي بمليون 1000 اورو تقريبا. انا غنعطيكم بالثمن ديال الواحد، يعني الواحد وراه لونسومبلات كاينين عندي، يعني اللي بغا الكارتي كاين، الاكس كاين، الاكس ما بقاليش دات واحد السيده حتى هذا ما بقاليش، يعني باقي لي ديال هذا حتى الخاتم ديالو ما بقاش. المهم اللي بغاهم مرحبا 10000 درهم جو بروند لي زافيون اي جو فيان سور بلاس
جو كرو مون فري وسيم. مرحبا اختي لورا، غير سالي اللايف ندخل دابا الكونفرساسيون ديالك، شوف الطلب ديالك، كان شي حاجه غدا خفان زربان صيفط لك. غنعطيكم لي بري ديال هادو كل حاجه بوحدها. عندك الا هذا واحد ديال كارتي اون بروموسيون تا هو غندوزوه ليكم، عندنا ب 3500 درهم، هذا ب 70000 ريال اللي هي 3500 درهم 350 اورو كدي بغاز لي خاطر. ها هو كيفاش كتشوفوا البيض، هذا الكارتي هذا راه بيض في الوسط ديالو، الثمن ديالو اللي هو 3500 درهم، العلاقه ديال القهوه والله ما عرفت اختي زيز ديال الودعه عرفتها، هي هذيك كتقول لها ديال القهوه، لا ما عنديش، عندي لا غورمي ديالها. 3500 درهم كدي بغاص لي خاطر واعر، يعني من بعد لا بغيتي تكمل لي لونسومبل ديالو راه ممكن، ما كاين حتى مشكل. مرحبا والف مرحبا بك. نعطيكم الثمن ديال الثانيه لالا، ها هو الثمن ديالو لو سيلمو 3100 درهم كدي بغاص لي خاطر خاطر، 3100 درهم هي 22000 ريال 310 اورو، 3100 درهم. عقلوا معايا على لي بري، عقلوا معايا لي بري. طاي سي تو بلي، واخا لي طاي رانا المسطره سيدي، ها هي يا اختي لورا المسطره ديال الكارتي عندك لالا، فيها 5 قولي 6 سنتيم، قولي 6 سنتيم ولا 5.9، ها هي 5.9 ولا 6 سنتيم قولي، فيها غزال غزال غزال، هادشي شي حاجه الفن الفن. هذا ب 3500 درهم هي 3500 درهم، عقلوا معايا الله يحفظكم. كاين هذا المهم هذا سامبل، ما فيه لا زواقه لا والو، يلاه فيها تخطيطات هكا، الثمن ديالو اللي هو 3100 درهم هي 3100 درهم بغاسلي خاطر خاطر خاطر، يعني دي شي حاجه ما فيها لا حجر لا والو، 3100 درهم هي 22000 ريال 310 اورو تقريبا، 310 اورو كدير شي حاجه غزاله. هادي دوج اختي فاطمه، غير ندخل الواتساب كوني انتريسي وعطيني لارتيكل اللي بغيتي، صيفط لي السكرين وصوروا لك اختي باش هكا كتسهلي عليا الماموريه، الله يحفظكم. 3100 درهم هي 22000 ريال 320 اورو تقريبا، فيه الخواتم السواسم، هذا اللي بغيتي خاتم ديالو نجيبو لك، هذا نجيبو لك اللي بغيتي. هذا عندي واقيلا واحد الخاتم اللي قضيت ماريا معاه، عندي ديال لي 3 كولو غنوري لكم ان شاء الله، غير بقاو معايا بقاو معايا، والبارطاج البارطاج البارطاج البارطاج. الله الله يا ودي اختي ام ايمن، والله الا انا غندوز لك خويا تما اللي تبغي. راه نبرعكم شي شويه بالسناسل عاوتاني، عندي اختي هاد السنيسله ديال العوينه اللي بقات لناش منها بزاف، هادي ب 800 درهم، هادي ديال العوينه راه الناس اللي كيبغيو يعطيو الكادويات، ها هي رخيصه وزوينه وصحيحه، ب 800 درهم هي 16000 ريال 80 اورو. فين كاين انت لاله سعيده؟ حنا في مكناس برج مراي عمر وكنديروا لا ليفريزون للمغرب كامل. هادي 800 درهم اختي، فيها عوينه فيها الدميعه ديالها بالسنيسله ديال النيلون، الثمن ديالها اللي هو 16000 ريال 80 اورو. اللي عجباتي دير لها سكرين يتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 800 درهم هي 16000 ريال 80 اورو، سيمواتيم شحال كيدير؟ بغات لي كلو بالخاتم اختي، الكلو عندي فيه بزاف ديال الموديل، كاين اللي كيبدا ب 2800 درهم وانت طالع. تينو السين ورا غير غلط وصافي، والله غير غلط، هذا الثمن ديالها غير سمحوا لنا، راه اللسان ما فيه عظم. هذا الثمن ديالها اللي هو 800 درهم، 800 درهم كدي سلسله ديال النيلون غزاله بواحد البوندونتي في الحليل الواع، هادي كانت كتباع ب 1000 درهم، دابا 800 درهم اون بروموسيون ب 16000 ريال 80 اورو. ها انتوما لالا لا تقولوش لا ما تهلاش فيكم واسيم، انا راني كنجيب لكم السلعه دائما، نجيب لكم الموديلات الفنين، ها الاكس هو جبته لكم تا هو، يعني علاش ما قلبتو تلقاوه عندي، بغيتو شي شويه ديال الحضور نديروه لكم، كاين هادشي ديال الحضور لالا. راه نبرعوا الكليان. كاين هذا الثمن ديالو، هو بدينا نغلطوا في الاثمنه، ها هو لالا 2500 درهم اللي هي 50000 ريال، الله يحفظك اختي هين، تبارك الله عليك وشكرا لك بزاف على البارطاج. هذا لالا خاتم ديال الحضور، حطاه ريس حيح، هذا تعطيه غير اللي عزيز عليك، هذا تحطوه في البازار. هذا اختي كي كتشوف فيه غزال غزال، في هذا اللوين بارد ديال الخضر، ومسيختي بالجناب ديالو، الثمن ديالو اللي هو 2500 درهم، هذا خاتم يستاهل يستاهل هذا الخاتم، هذا الثمن ديالو 2500 درهم 50000 ريال، خويا تم ملكي واعر 2500 درهم، انا هاد السلعه هادي كتعجبني نعلق عليها 2500 درهم، دوكور واعر 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 واعر، العشاقه هما اللي يعجبهم هذا الموديل، الثمن ديالو اللي هو 2500 درهم هي 2500 درهم، 2500 درهم كدي خاتم ملكي صحيح وزوين وبثمن جد جد مناسب، 2500 درهم اللي هي 50000 ريال، 50000 ريال كدي بها خاتم الصح والعمل والمتان. ها شوفوا ليا لا ليونس ديالو لتحت كي داير، ها هو شوفي فيه وجهك،
باين غير من هضرتك وسيم اليوم فرحان باين غير من هضرتك والله الا فرحان ما عرفتش علاش فرحان خصني نكون مقلق انا عارف علاش خصني نتقلق انا كنضحك معكم والله الا حقاش كنجي عندكم ديجا دابا راني سد المحل وكنهضر معكم كيكون بعض المرات خصني نسد باش نهضر على خاطري كتكون الحيويه والنشاط ربرع راه سيدي ندير لكم شي شويه ديال التعاليق تبارك الله عليكم الحماس الحمد لله درجه تمام كثرت كتغلط فيه وياه ملي كيكون الحماس كيوقع الغلط هذا الثمن ديالو هدف الخاتم الذهب الابيض كي كتشوفوا رائع الموديل هذا فن 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 الثمن ديالو 1400 درهم 28000 ريال اللي هي 140 اورو كيجي خاتم اليونس واعر هذا ديال الزواج ولا ديال الخطوبه هذا بالنسبه للناس راه كاين اللي كيدير فيه الديامون هذا الثمن ديالو 1400 درهم واش هذا الذهب ديال المغرب ولا تركيا ولا ديال فين هذا الصنع لالا ريشات بالنسبه لنوريك شي ميدلات ديال تركيا نشوف لهم محطوطين حدايا هذا مغرب ما حدايش دابا ديال تركيا حدايا ديال المغرب المغرب حتى المغرب راه حنا في تقدم حضاري ما تحقروناش هادو الثمن ديالهم هو 1400 درهم 28000 ريال اللي هي 140 اورو هذا الموديل هذا وصلنا اللايف معطل هذا كيكون الريبيتيسيون زعما الاعاده ديال واحد اللايف فين هو مول البيت سخون والله الا شحال هادي توحشناه شحال هادي ما جاش عندنا ما عرفتوش واقيلا مسكين كيقرا واحد الدريري صغير مسكين والله الا الله يحسن العوان زعما الجامع لهاد الدراري هذا وزوينه وخايبه يعني الدريري هذا خصو يكون في المهم ما معتمد على راسو خصو يكون في المدرسه هذا الثمن ديالو 1400 درهم 28000 ريال اللي هي 140 اورو اللي عجباتي ديال السكرين والواتساب الواتساب ينادي عليكم بالسكرين اسمحوا لي عليكم بالسكرين خاتم ديامو هذا ماشي ديامو هذا غير خدمه ديال الديامو ذهب 18 الكاره في الذهب الابيض وغزال غزال هذا الثمن ديالو اخوتي ب 1400 درهم 28000 ريال اللي هي 140 اورو اللي عجبو يدير السكرين ومرحبا غزال 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 راه نعطيكم عاوتاني شي ميدل اللي يكون ديال ديما مثلا هذا ديال الطوسه الاخوات بارطاجيو معنا الله يرضي عليكم الله يحفظكم هاي شي شويه ديال البارطاج نوصلوا لواحد 800 ديال الناس ان شاء الله هنا نشوفوهم راه توحشنا داك 800 شوفوها هذا الثمن ديالو اللي هو 1200 درهم 24000 ريال اللي هي 120 اورو تقريبا هذا ديال الطوسه الغزال ها هي لالا الطوسه ندبروا كاع على الطوس 1200 درهم 24000 ريال اللي هي 120 اورو تقريبا الدراري اللي معايا هنا في اللايف الله يرحم الوالدين شي شويه البارطاج حركوا معنا يديكم الله يرضي عليكم 1200 درهم لي 24000 ريال 120 اورو تقريبا اللي عجبها سيدي لا سكرين ودخل عندنا شي واتساب ومرحبا الف مرحبا بكم 1200 درهم 24000 ريال الطوسه الغزاله ها هي فنه اللي بغى لونسومبل ديالها نجيبو له 1200 درهم لي 24000 ريال لالا ساره غندوز لكم لي بغاسلي غير صبروا عليا انا غندوز لكم لي زارتيكل اللي بغيتو هذا النهار 1200 درهم 24000 ريال لي 120 اورو دوزت لكم السنيسلات كبيرات شي حاجه التبرعات كاين لا عندنا خوي خوي سمعوتني شي حاجه رائعه هي ورخيصه رخيصه 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 اللي قدامك شحال الكلو رانا الكلو فينا كان الكلو ها هي اختي الكلو الكلو غزاله هذه ما فيهاش حصير هذه غورميت ملويه يعني تلويه زويونه اين مدينه لالا بوتينه حنا في مدينه مكناس برج مولاي عمر شحال فيه من غرام هذاك الخاتم الابيض هذاك الخاتم السيدي عماد الا بغيتي تعرف الغراماج ديالو هو دخل عندي الواتساب وقال لي اخويا هاد لارتيكل هذا راه عجبني وشحال فيه من غرام وغنجاوبك تما اخي العزيز مرحبا الف مرحبا بك كاين هذا ديال الكلوب 2700 درهم 54000 ريال 54000 ريال هي 270 اورو البراسلي الكبير عافاك بشحال غندوز لكم 2700 درهم 2700 درهم لي 74000 ريال 54000 ريال 2700 درهم لي 54000 ريال ها هو غزال 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 يلا بارطاجيو معايا الله يرضي عليكم شي شويه بارطاج شوف داك 800000 العام اللي داز كنت كنشوفها دابا ما بقيتش كنشوفها حاليا كنشوفو 600 و700 وبعض المرات 900 كندفعو ونرجعو نقصو هذا عاوتاني الثمن ديالو 900 درهم يلا غا قولوا لي شنو بغيتو ندوزو لكم وندوزو لكم عفاك براسي مدرج عرض كاين اختي نجلة انا غنوري لك هذا 900 درهم لي 18000 ريال 90 اورو 90 اورو ليا 18000 ريال 90 اورو اللي عجباتي ديال السكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا هذا ماشي عصير الصابون اختي هذا خدمه بغيتي نخدموه في العصير الصابون نخدمو لك يعني الزواقه اللي كنخدمها هادشي دابا اللي كنوريكم هاد لي زارتيكل البلدي راه كنخدموه من العقل ديالنا يعني كنخدموه بالديزاين اللي كيبغي الكليان بزاف ديال الحوايج كيوريهم لنا الكليان كنديرهم له يعني هذا كنت صابت لواحد السيده سيغ كوموند ديالها وخدمت واحد المحل يعني كنبغي حتى الناس يلبسوا بحالهم بحال الناس زعما كلشي لي موديل كيكون موديل خفي يعني ما كيكونش ثقيل بزاف في السوق هذا غزال انا غندوز لكم الثمن ديالو غصبروا عليه
هذا الثمن ديالو 900 درهم خويا اسمك غزال 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 900 درهم 18 ريال هي 90 اورو. غزال هذا الخاتم ديال الذهب 18 كاره اللي بغى يعطي الكادو للمدام ولا للوالده، هذا خويا تم غزال 900 درهم 18 ريال ما خسرش في اللي عزيز عليك 900 درهم. رنا للناس اللي باغيين يتزوجوا دابا، ها انتم اخوتي كاين هذا الناس اللي باغيين يتزوجوا عندكم هاد الخويش ما سيدي راه غير ب 1500 درهم الذهب ديال الحجوجي، ولا كاين الذهب ديال الحجوجي سيدي غافينيتي اللي حبيتيها كاينه عندنا ان شاء الله سيدي عماد اللي بغيتيها الا كنتي ذهب شرفنا 1500 درهم ليا 30000 ريال 150 اورو. عندنا هذا خاتم مغياج غزال 1500 درهم ليا 30000 ريال. الله يحفظك لاله عزيزه وتبارك الله على الناس اللي كيبارطاجيو لينا، الله يحفظكم لينا 1500 درهم 30000 ريال. زيدوني واحد شويه ديال البارطاج وراه نبرعكم شي شويه في البراسلي، البراسلي غنعطيكم اليوم واخا الذهب طالع غادي نطيح. هذا الثمن ديالو اللي هو 1500 درهم 30000 ريال 150 اورو 150 اورو. يلا عطوني غير لي جادوغ هنايا، بركوا على داك لي جادوغ شي شويه حركوا معنا يديكم ونسطوا معنا. فين عندك المكازان في مكناس؟ لا لا مرحبا والف مرحبا. هذا الثمن ديالو اللي هو 1500 درهم 30000 ريال 150 اورو اللي عجبتي ديال السكرين ومرحبا. 1500 درهم ليا 30000 ريال واش ما كاينش خاصني تخبط دي؟ كاينه خالتي سعيده والله الا كاين موجود ارنا خاصك تروات دي فينك. عندي جويجات يعني اللي بغيت انا دايبي اخو. تبارك الله عليك سيدي عماد تبارك الله عليك ومرحبا والف مرحبا بكم، مرحبا بالدايبيه كاملين اللي معايا هنايا وتحيه ليهم واحد واحد. تشرفنا سيدي بالمدينه ديالك ان شاء الله ومعرفه خير ان شاء الله اخي، الله يسهل على الجميع. ها انتم كاين هذا الموديل هذا ب 2300 درهم، هذا ب 46000 ريال اللي هي 230 اورو. كيجي موديل رائع 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 يعني 3 دي و 3 دي و 3 دي يعني لاليونس ديالو هنايا كيبان لكم الصح والعمل اونسومبل 3 دي. سيدي عبدو والله ما عندي دابا لونسون عندي حلقه، المهم دي بانيك بواحد تشوفوا على عينك. المهم غنجبد لكم داك الحلقات ديالو وداك داك النبيسات ديالو غنجبدهم لكم ان شاء الله. عيب بلاتي عليا صبروا معايا يا بغينا شي شويه بارطاج. هذا الثمن ديالو اللي هو 2200 درهم هي 2200 درهم 44000 ريال 44000 ريال. كلشي يحرك معنا يدو هنايا فهاد لي جادو 2200 درهم اللي هي 44000 ريال 220 اورو 220 اورو كدي خاتم 3 دي الصح والعمل ومتان. ارنا هذا الموديل هذا الثاني راه داير ب 2000 درهم. تحيه للناس ديال الناظور والله تحيه تحيه لكم خاصه للي خطيكم اسيدي عماد تبارك الله عليك، تحيه لك اسيدي عماد الريفي. هذا الثمن ديالو اللي هو 2000 درهم اللي هو 2000 درهم 40000 ريال، وهذا الثمن ديالو اللي هو 2200 درهم 44000 ريال 220 اورو. تقدر تخلي الكورميت كل حيز المره اللي فاتت كنت بغيتها وقلتي لي ما بقاتش انا صيفط لك واخا تخلي عندي الحاجه اللي تعجبكم المره الجايه كنبارطاجي. اخي سيدي عزيز تبارك الله عليك الله يحفظكم، شكرا لجميع البارطاج بارطاجيو مع اخوكم. بتخلي عندي اللي عجبات شي حاجه يدخل عندي غير الواتساب يخلي لي غير ميساج ديالو مع السكرين ديالو الله يحفظكم. والله الا راني كنتعذب باش نقد نعرف لارتيكل اللي كتبغي سكريني ولي صوروا لي التصويره اولا عقلوا على الثانيه ديال الحاجه ونعاود ندخل الفيديو يعني. يعني انا هاد لي زارتيكل عقلوا على الثمن، الثمن اهم حاجه عقلوا عليه باش هكا قد نقدر لكم الغرض دغيا. شوف لي شي سنه تكون صحيحه وديال دائما الله يسهل. مرحبا اختي ليلى دايز لكم السنه لان كنوريكم ارتيكل ارتيكل ومرحبا على راسي وعيني.